والسلام على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. للمسائل الأخلاقية في ثقافة الإسلام أقسام. الإسلام دين، والدين هو عبارة عن عقيدة وشريعة وأخلاق. العقيدة فكر، الشريعة عمل، والأخلاق نفس. المسائل الأخلاقية في الثقافة الإسلامية لها أقسام أيها الأحبة. من أقسامها المسائل الأخلاقية المرتبطة بالخالق جل وعلا. هسه لعل الإخوة اللي يتابعون يسألون شنو مسائل أخلاقية متعلقة بالخالق؟ كشكر المنعم الثابت عقلا ونقلا. شكر المنعم، الله منعم علينا، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الله منعم، أنعم علينا بأن أخرجنا من كتم العدم إلى الوجود، هذه من أعظم نعم الله. وهناك نعم عامة خاصة أخص في القرآن الكريم، وبإمكاني إثبات ذلك في حلقة من الحلقات، أن لله نعم عامة، نعم خاصة، نعمة أخص. ها يجب أن تشكر من قبلنا. شكر المنعم، الخضوع للباري، عبادة الباري جل وعلا، الخضوع له، شكره إلى آخره، هذه مسائل أخلاقية مرتبطة بالخالق جل وعلا. هذا واحد. القسم الآخر في المسائل الأخلاقية في الثقافة الدينية، مسائل أخلاقية مرتبطة بالخلق فيما بينهم. ولهذا الدين ما يبني علاقة فقط عمودية، الدين يبني علاقة عمودية، والدين يبني علاقة أفقية. يعني الدين يهتم بالعلاقة العمودية المرتبطة بين المخلوق والخالق، والدين يهتم أيضاً بالعلاقة الأفقية المرتبطة بين المخلوق والمخلوق. فهناك مسائل أخلاقية كثيرة مرتبطة بالخلق، كالتواضع بين الناس، كالإيثار، الإيثار، الإيثار بين الناس. هذا مسائل رقم 2. 3، مسائل رقم 3 أو القسم الثالث في المسائل الأخلاقية، المسائل الأخلاقية المتعلقة بالنفس، معرفة النفس. رسول الله قال معرفة من عرف نفسه فقد عرف ربه. رسول الله يقول أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه. معرفة النفس، تزكية النفس، تهذيب النفس. قد أفلح من زكاها للنفس وقد خاب من دساها، هكذا يقول القرآن الكريم. هذه مسائل أخلاقية كقسم ثالث مرتبطة بالنفس. مشكلة الإنسان إذا ما عرف نفسه، مشكلة أيها الإخوة، مشكلة كبيرة. ولهذا القرآن الكريم يقول عن أهل بابل اللي كانوا يعبدون الأصنام، وإبراهيم كسر الأصنام وخلى الكبير، وقالوا اسألوهم إن كانوا ينطقون. يقول فرجعوا إلى أنفسهم. شلون يعني رجعوا؟ ما وين كانوا حتى يرجعون إلى أنفسهم؟ هم كانوا بانين على غير أرضهم. يقول فرجعوا إلى أنفسهم، قالوا هاي الأصنام لا تشوف لا تسمع لا تحكي، لا 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 لا، شلون نسألها وشلون تجاوبنا؟ هذه رقم 3. رقم 4، المسائل الأخلاقية المتعلقة بالبيئة، بالبيئة، نظافة، عدم تبذير، عدم إسراف، احترام، كذا كذا كذا، مواردها كثيرة. المشكلة الوقت محدود وانتهت الدقائق، ولهذا أنا فقط أشير كعناوين، وللإخوة التفكير والتأمل والتدبر. جعلنا الله وإياكم من المتفكرين، لأن الله جل وعلا مدح ذلك في القرآن كثيرا، ونحن في شهر القرآن الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.